ارمي هم الدنيا وسل دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته طلب دلع البنوته دلع قول لها اللي في قلبك طلع وارمي هم الدنيا وسل دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته بتظبط مع كوريا ياد؟ مظبط؟ يعني ايه لا مؤاخذة مظبط؟ يعني في بينكم لغاية وحاجات كده. لغاية؟ يا نهار ازرق ابراهيم. في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحد على الارض يا جدع عمري ما ببص لها. اللي يبص لاخته يبقى ابن حرام. على فكرة بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده استنى. مين دي؟ بقول لك ايه؟ دي تشبه جمالات قريبة كوريا. غروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار. تعالى بنت يا شماء اغسل لي شعرك وقولي أحسن حاسة إنه بياكل. حاضر يا ست. اطلعي بره يا شماء وما تدخليش حد علينا. حاضر. يو هو إيه أصله ده؟ استني أنا بت. اطلع انت بره يا هيم والمصحف لصوت ولم عليك امه لا اله الا الله. اطلعي بره يا بت. يق انت عاوز ايه؟ نعم يا صبتي. عرفتي مين فينا يا بت اللي بيلعب من ورا التاني؟ طب بذمتك انا عملت ايه؟ قلت لي عايز اتجوز يا هيما، قلت امين. قعدت ادور على شغلانه يا كوريا عشان الم فلوس الجواز، ما لقيتش قدامي غير شغلانه الكباريه، وما قلتلكيش يا كوريا عشان ما ازعلكيش، ما كفرتش. بس انت برضك كدبت يا هيم. كدبت بس عشانك، مش انت اللي وقعالي على واحده معاها 50 مليون دولار ومكتمه على المصلحه؟ 50 مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظه، ومره تفتحي لي كوافير، ومره تدفعي لي فلوس تنكيس البيت، وانا هيما خطيبك اللي هيبقى جوزك ابو عيالك تكدبي عليا وتقولي لي دي جمالات بنت خالتي؟ عاوزه تكبشي الكبشه لوحدك يا كوريا؟ اكبش اكبش ايه ونيله ايه؟ انت ولا فاهم حاجه؟ طيب اديني اهو يا كوريا قاعد مرزي قدامك لحد ما افهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم يا اما وديني. هطلع من هنا على الاسم. لا اسم اسم ايه ده؟ 50 مليون اخضر ده، انا هطلع من هنا على المديريه ويا نعيش عيشه فل يا كوريا يا تولع بجزع علينا احنا الكل. خلاص خلاص هقول لك. مين البت دي يا بت؟ ايه ده؟ اقعدي بقى خيرتيني. سيبيني في حالي والنبي يا سونتوس، مخنوقه ومش طايقه نفسي. تعالي اتفرجي معايا على التلفزيون. خدي اشربي شويه. تعالي.
ايوه ادي اللي انت فرحه فيه. الو. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ مخنوقه وزهقانه وقاعده في البيت ومش لاقيه حاجه اعملها. معلش انت ممكن على فكره تبداي ترممي في المحل وتدهنيه وان شاء الله ترجعي تاني الشغل قريب. مش عارفه. لا خلاص حاسه ان انا قفلت من المحل. تحبي يعدي عليك اخرجك؟ يا بنتي هاتم اكلمني. لا مش هينفع الوقت خلاص اتاخر. انا هقعد اتفرج على حاجه في التلفزيون وبعدين ادخل انام. على فكره انا هنزل من بكره بحمله كبيره حلم المسجلين والمشبوهين في المنطقه وحاملهم عرض عندي في الاسم، وانت بقى ممكن تيجي بقى يعني تشوفيهم وتتعرفي على اشكالهم. لا 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 مش مهم خلاص، انا حتى لو شفتهم مش هفتكر اشكالهم. خلاص يا علاء مش مهم، حصل خير. حصل خير ازاي بس؟ ده حقك وانا ملزم اجيبهولك. انا متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد، ربنا يخليك ليا. بس بجد خلاص فكرتي في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ اي موضوع؟ اكيد يعني ما نسيتيش. لا ما نسيتش بس لسه ما فكرتش برضو. ما تستعجلش عليا يا علاء. استعجلش ده ايه؟ انا مستعجل جدا جدا جدا. خلاص هفكر ان شاء الله. يا رب تطلع النتيجه لصالحنا. ماشي هسيبك دلوقتي وهكلمك بكره اقول لك عملت ايه. طيب ماشي تصبح على خير. بحبك. ايه؟ بحبك. لا لا مش سامعه الصوت بيقطع. يعني هي الشبكه ما قطعتش غير دلوقتي. بقول لك بحبك. علاء انا هكلمك بكره، واضح ان النتورك وحشه قوي. ماشي هعديها بمزاجي. يلا تصبح على كل حاجه حلوه. وانت من اهل. باي. هاتي يا بنت التليفون بقى، هاتي عايزه اكلم عوض. حاضر يا سندس، يا احلى سندس، يا اجمل سندس، يا اطعم سندس في الدنيا. بس هاتي بوسه حلوه الاول. انت هتلفيهم وتبيعهم لي يا كوريا؟ ده انا كبداك. وتربه امي البت هايدي دي محلتها اللضا دي، بنت قابله وعبيطه دي، مسكوكه على قفاها حته قفا حلو كده طالع من عينيها. بص الفلوس كلها مع طليقها اللي اسمه مروان اللي هربان بره مصر ده، هو والبت اللي اسمها نجوان. بنت نجوان دي بس عايشه اليومين دول في دور ايه؟ ان هو كل عليها الفلوس ورجعها على مصر، بس انا مش مصدقاها. تشوف البت كده تلاقيها مرسومه ولابسه ومتانتكه، ولا اللي ورثه الخديوي في ايام. انا الكلام ده مش راكب معايا. ركبه رابع ورا يا كبداكي. بقول لك ايه؟ انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر اساسا ان لساني خاطب لسانك بعد اللي عملته. احنا هنكر الشريط من اوله ولا ايه؟ ما انا قلت لك اللي عندي اهيم. ماشي. هدور الكلام ده في دماغي واشوف ظبطته فين. عشان يديك الرومي ده يا كوريا انا يلزمني فيه ورك محترم، يا الا محدش هيدوق، محدش هيدوق. الكل جاي عليا، الكل جاي عليا. ايه رايك يا اداره؟ ناني ضربت الارقام القياسيه، مش عارفين نلاحق على الازايز من كتر ما بتنزل. ناني دي طلعت عاليه قوي 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 يا طاعون بصراحه. طب 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 ابقى هات لي كتير من ده. عينيا يا اداره. لا 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 ازعل كده، مفيش غير ناني واحده بس. خلاص يا طاعون روح شوف شغلك انت يا حبيبي. عدلاتي يا اداره. خد يا صندوق عايزك تعالى. على فكره انا اعرف صاحب الغنوه اللي مكسره الدنيا. ايه ده بجد؟ اه ده سوكا الحلواني ابن منطقتي بطن البقره. خلاص طالما ابن منطقتك ومن بطن البقره ما تلغيهولنا يجي يشتغل معانا، وانا عشان خاطرك يا ناني هرضيه احلى مرضيه. هترضيه هو بس؟ لا 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 اوعي تقولي كده يا ناني، الا انت ده الدلع كله والرضا كله ليك. حبيب بتاع الفل يا دار. تعال لي هنا يا بتاع الفل، انت مقسوم لك نص يوم، انت اخيب ده كله. معلش كان عندي ظرف عائلي واتصلت بتعاون عشان يبلغ. طب اتفضل روح خش في شغل. ماشي بلاش الخصم ده عشان خاطري انا يا مدير. لا عشان خاطري سيبه. بقول لك ايه، فكيني من دماغ الكنوان، انا مش عاوز اللي يجي منك. خليه يوم، بلاش نص يوم. الله حكم. بتقولي علينا يا ضنايا؟ ان شاء الله يا ماما. بتقولي على اخواتك؟ اول ما تعودي ابعتي لنا العنوان ودوري لك على شغلانه يكون قرشها كويس. امك عندها فشل كلى وبتعمل غسيل، واخواتك مصاريفهم كتير. مع السلامه. حاضر يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. مع السلامه بقى. على فين؟ ايه ده؟ السلام عليكم. انت مين ولا مؤاخذه؟ ياسر عبد الحق، مباحث اموال عامه. عايزين بس الأنسة في كلمتين. انت عملت حاجه يا بنت؟ لا احنا لا مؤاخذه، لا عندنا اموال عامه ولا اموال خاصه ولا اموال من اصله. عاوزين مننا ايه يا بيه؟ انا بنتي ملهاش دعوه، كله من مروان بيه ده. ايوه هو اللي في الاول والاخر هو اللي غلطان. ما تخافيش يا حاجه، هي مش متهمه في حاجه، احنا بس عايزين ناخد منها كلمتين كده عن هايدي ومروان والفلوس.
وهنمشي على طول. تفضل يا باشا، تفضل تحت امرك. او مهله، تفضل سعادتك، تفضل. خشوا يا بنات يلا. تفضل انت كمان. ما طلعتش من نجوان باي حاجه مفيده، ونادر سكته اتقفلت، وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي هروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده. انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل، مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايدها. يا نهارك اسود، طلبت ايدها وش كده من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايدها. وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثله، مغنيه، مذيعه. ايوه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها، بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى. الحمد لله على السلامة. نادر؟ هتفضلي ساكتة كده؟ عاوزني أقول لك إيه؟ آخر مرة شفنا بعض كنا هنا في نفس المكان ده. كان فاضلنا حوالي شهر على ميعاد الفرح، نشتري الحاجات الأخيرة. وبعد كده سيادتك اختفيتي. أكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقولي لي عليها، ولا إيه؟ هو أنت لسه فاكر تسأل عليا دلوقتي؟ كنت فين لما مروان اجبرني ان اسافر معاها بالعافيه؟ وكنت فين لما اجبرني ان اشارك معاه في لعبته الواطيه دي ضد هايدي، واطلع كاني واحده وحشه وخنت صاحبتي الوحيده اللي اتربيت معاها؟ كنت فين ساعتها وما سالتش عني ليه؟ ياه، وايه كمان؟ بص يا نادر، احنا ممكن ننسى اللي فات. انا خلاص قدرت اهرب من مروان ورجعت على مصر. انا رجعت عشانك، عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات. انا لسه بحبك على فكره. انت مش متصور قد ايه حطيت لي اغراءات قدامي عشان اتجوز، بس انا رفضت ورجعت عشانك نادر. انا لسه بحبك للدرجه دي؟ انت شايف ان انا انسان ساذج عشان كنت بحبك؟ اللي قال لي انك رجعتي مصر قال لي كمان كل حاجه حصلت هناك. انت خلاص خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلة إحساسك. لسه فاكرة إن أنا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من وراه بأي حاجة. اسمعي، أنا مش هقولك أنا بكرهك أو بحتقرك أو أي حاجة من الكلام المهذب ده، بس عايزك تعرفي إن أنا زعلان قوي من نفسي، لأن قلبي ده في يوم من الأيام حب واحدة زيك. لا تتجوز، ما تخرسها بقى يا وليا، مش عارفة اتفرج على الفيلم. جنابي مش قادرة. ده مين اللي بيخبط في الساعات دي؟ قومي افتحي. حرام عليك، حرام عليك، أنا مش قادرة. حرمت عليك عيشتك، يعني أنا اللي قادر. طيب طيب. إيه ده؟ أنتِ؟ إيه اللي جابك هنا تاني؟ ملهاش لازمة الشحطات والمصاريف يا بابا، مصر كلها عرفت إن أنا هنا، واللي له عندي حاجة يجي ياخدها بقى. استني قبل ما تخشي، إيدك على 50 جنيه جيب دخان. اتفضل. إيه ده؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ إيه ده؟ أنتِ كويسة؟ يا نبي يا نبي يا إيه ده؟ طب أنتِ أخدتي الدواء طيب؟ ما خدتش حاجة. بصي مش حاجة، أنا هنزل أجيب لك الدواء
ولو ما خفتيش من هنا لغاية الصبح هوديك المستشفى ماشي؟ فوق بقى نادر، هتضيع نفسك عشان ايه وعشان مين؟ عشان نجوان اللي سابتك وباعت نفسها المروان عشان الفلوس؟ يا اخي احمد ربنا انك كشفتها على حقيقتها قبل ما تتجوزها فعلا، ولا علشان سارة اللي كانت هتجرك لسكة اللي بيروح فيها ما بيرجعش؟ فوق يا نادر، فوق وارجع لنفسك ولحياتك ولاختك وللدنيا كلها. فوق يا اخي، فوق قبل ما يفوت الاوان. فوق. اي قفلت زي الكوتشينة، هنعمل ايه دلوقت؟ حافظ ومش فاهم يا ابني، الضمنة هي اللي بتقفل مش كوتشينة. يا عم ضمنة كوتشينة، المهم احنا هنعمل ايه دلوقت؟ انا بقول ناخد شقة في بطن البقرة عشان نبقى جنب هايد لحد ما نشوف الموضوع ده اخرته ايه. والله يا عندك حق، بدل ما نخرجها من اللي هي فيه نروح نتحبس معاها انا وانت يا عم. هتعمل عاقل عليا انا يا عم؟ ما هو ما ينفعش الكلام اللي انت بتقول ده يا عم برضو. صباح الخير. ايه محدش هيقول لي اتفضل ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور نادر. هو انت مش قلت انه اتخانق معاك اخر مره رحت له فيها؟ ابو طالب بيه، انا جاي اعتذر لك عن اي حاجه حصلت مني في الفتره اللي فاتت. نو بروبلم، حصلش حاجه. انا جاي عايز اوراق القضيه بتاعت هايدي، انا همسك القضيه تاني وان شاء الله مع بعض للنهايه، للبراءه ان شاء الله. انت بتتكلم جد يا نادر؟ طبعا جد. شايف نادر ده؟ بقولك ده تربيتي انا. انا متشكر قوي يا نادر، مش عارف اقولك ايه، اشكرك ازاي يا رب. تشرب ايه؟ اسف يا ابله، انا مدب، معلش يا ابله سامحيني والنبي يا ابله، يعني ارمي نفسي من هنا؟ تتجوزيني يا ابله؟ وانا شكلي عملت حاجه ولا ايه؟ اصل انا شفت الحركه دي في فيلم تركي قبل كده. تقبلي مني دي يا ابله؟ واول ما ربنا يكرمني هروح لاخوكي واطلب ايديكي واجيب لك احلى شبكه. احلى شبكه؟ امال دي ايه؟ اتفضلي شوفيها، دي مفاجاه. تاني السيدي هيا تاني. ايه دي؟ دي احلى اغنيه اخطبك بيها. وانا شكلي غلطت تاني ولا ايه؟ كده دول العيال دي الراحة يا عمنا هتشوفوا ايه؟ انت يا ست هان، شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقه لو هيما قال له حاجه. يا دي المرار الطافع، هو هيما كمان عرف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا بجدت وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تكلميه هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي، لا الواد هيما واد مشجع، ما يعملش العمل السودة دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه. انا بس حقناه وبقول الحق، هيما ملوش في حرق محلات. الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما هفلط معاه كلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي، انت حر. كلمي يا ست هايدي، خير البر عاجله. الحمد لله على السلامه يا دكتور، المكتب منور بحضرتك. والله كنت وحشنا قوي. الله يسلمك، ميرسي جدا، وانتوا كمان كنتوا وحشيني جدا. يلا معلش احنا ضيعنا وقت كتير، بس برضه لسه قدامنا وقت. عايز كل واحد فيكم يحضر لي اوراق وملفات وتقارير بكل القضايا اللي معاكم علشان ارجع اشتغل معاكم زي زمان، ولا نسيتوا؟ اصرف لنا نص شهر. حاضر. احنا داخلين على شغل جامد جدا يا جماعه، جهزوا وشد حيلكم. شكرا يا دكتور. ان شاء الله. شكرا. الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلصي. طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه، سيبيلي انا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس. هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا، بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض، وانت عارف يعني اني مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي، هخرجه اعمل لك اللي انت عايزاه.
ميرسي، متشكرة قوي يا علاء، ميرسي بجد. العفو. فكرتي في الموضوع بتاعنا؟ لا لا، لسه انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج. ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقانة عليك، خايف عليكي من الكلابوش. امشي يا ولاد الكلب. ما شاء الله يا خرابي عليك وعلى جمالك يا دي البيت. ايه اللي جرى لك يا بيت؟ ما شاء الله عليك، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بيت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثانيه هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بنت رحت فين وجيت منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوكة؟ عاوزه سوكة في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بنت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بنت؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكة عشان جايبه له شغلانه، انما ايه؟ لوز. ودي يا سوكة يا ولا يا سوكة يا ولا. ايه ياما في ياما سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبلة نوال؟ اه يا ولد، القبلة نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبلة نوال ولا اقول لك حاجه؟ نطي يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبلة نوال. الله يسلمك يا سوكة. بص بقى، انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه، مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه. ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكة لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. يا اختي، طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي يا ام تفتح له حاجه ساقعه. فتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكة ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاك. تأمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو، ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه، وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. طيب معلش، شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوف امك، بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض؟ ماما ماما حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه؟ سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرك كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لمؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد.
الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع. انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البنت هاجر ما انت عارف، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكه؟ سلوكه ايه؟ اسمه سلومه. حاجه غريبه جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصه. وبقولي للباشا بتاعك كبدكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب المعلمه مش عاوزه كتاب. سلام سلوكه. سلوكه ايه؟ هو انت مالك فرحانه قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبوره بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو متصله بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتين وهابي يون اير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سكا واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم. الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه وهجيلك. ايه في ايه؟ في ايه يا لا؟ هي الحكومه جننت ولا ايه؟ لا هو في ايه يا لا؟ مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في احد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا جدع. ست انصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنجز حياتها. التهطل يا سوكا، دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا. سيبنا انا يا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست انصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولى؟ عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي، عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك، انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول لي انا هنام؟ خلاص معلش معلش ونبقى. يلا قوم يا صاحبي. يلا كبدك ايه كبدك ايه. صدقني يا سعاده الباشا، انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات. وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا، انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت اهو؟ المعلم سلومه يا باشا، جالنا في ام الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها. هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني. انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه بالراحه. منوره نجوان. الو مساء الخير.
مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعى للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا. استدعى ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك، خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده، وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء؟ ما تفهمني. احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز، بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب، مش مهم، خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايزه اعمل محضر ولا حاجه، خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايزه اعمل مشاكل مع حد ولا عايزه اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي يا سلوكه ده، وانا خلاص مسامحه. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجوده عشان احميكي. امال ايه لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه، يعني مش عايزه يا علاء. في ايه؟ هو بالعافيه؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك، وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص، طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء، معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني، معلش، حقك عليا. خلاص يا ستي انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل، هنروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ عامل لك مفاجاه. طب مفاجاه ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليكي بنص ساعه عشان تلحقي تلبسي، وبعدين حاجه اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا، ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي، ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكل كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه، اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدي ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي، منوره مصر يا نجوان. واحنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. عامة خلاص احنا قربنا نوصل. مالك ساكتة ليه؟ لا مفيش، مفيش خالص. طب ما تتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجة، احنا من ساعة ما خرجنا وانت ساكتة، وبعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. لا خالص خالص مفيش. تعالى على بيت، اتفضل. اتفضل. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلتلك عليها. تعالي بس تعالي، يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ تعالي تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست، هقول لك. انا ساكن في العماره دي، انا ووالدتي، الدور الثالث، الشقه اللي قدام الاسانسير. هي عزماكي على العشاء وعايزه تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ عشاء. هي بصراحه قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتاخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف، مش عارف يا علاء، معلش انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، بعدين دي قاعده بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك، بعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايزه اروح. بقول لك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه، وانا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا. اقول لك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعماله تتوهي في الموضوع، سالتك مره واثنين وثلاثه، في الاخر اللي بتقوليه لسه ما فكرتش. دلوقتي بقول لك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضه لا. هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء،
والله ما ينفع عشان خاطري، والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطل عياط وتفهميني في ايه؟ انا بقولك انا عدوك، انا بقولك انا بحبك، كل عايز افهمه مالك فيكي ايه؟ انا احكي لك على كل حاجه، ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في اي حته؟ حاضر اتفضلي. انا احكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانا انت مين؟ انا هايدي، هايدي ابو طالب. حاسب قول